دي كلها الاسعار بتاعت الكاتشب والحاجات دي كلها هنا اسعار ممتازه. بالنسبه للعلب هتلاقي العلب ديت كلها العلب الكبيره بتاعت الكاتشب. وفي كمان هنا لو عاوزين صوص الطماطم دي اسعاره طبعا على حسب اللي هو العلبه حجمها قد ايه او كده. الحجم اللي هو يعتبر فوق المتوسط عامل 729 ودي الاسعار بتاعته. حجم الاكبر هتلاقي دي الحجم. فدي كل حاجة طبعا تحتها سعرها فممتازة بصراحة ممتازة. بصوا الجزء اللي هنا دي كلها الصوصات، دي كلها الصوصات بتاعت الطماطم والحاجات دي كلها ممتازة ممتازة ممتازة. اكتبوا لي في تعليقاتكم عاوزين ايه انواع اللي هو الحاجات اللي انتوا عاوزينها.